أمنيا تصدرت قضايا المساس بالأشخاص والآداب العامة قائمة القضايا المعالجة من قبل مصالح الأمن الوطني بولاية البيض خلال العام 2019 بأزيد من 470 قضية تورط فيها ما يقارب 500 متهم، بينما عالجت ذات المصالح قرابة 300 جريمة تتعلق بالأموال. تغطية محمد بن هرقال. قضايا المساس بالأشخاص والآداب العامة والتي تحتل خلال اختصاصنا في المرتبة الأولى بعدد 476 قضية مباشرة، أنجز منها 472 قضية بنسبة إنجاز 99.75%. القضايا المتعلقة بالجناح والجنح الجنايات والجنح ضد الأموال فقد تم معالجة 298 قضية. قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية سيكوتروب في إطار مكافحة هذه الظاهرة عالجت مصالحي 101 قضية خلال سنة 2019 ليتم حجز على إثرها 7.380 كيلوغرام من المخدرات، أي كيف المعالج، و 3321 قرص مهلوس.